متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. هل سألت نفسك يوما ما عن سر الدجاجة الموجودة بشعار توتنهام؟ أو سر تواجد علم إنجلترا بشعار برشلونة؟ أو قلعة إيفرتون؟ أو الماعز في شعار كولن؟ بالتأكيد تلك الشعارات لم تأتي من قبيل الصدفة، بل تحمل أصولا وقصصا تاريخية تعود لسنوات طويلة جعلت هذه الأندية تستخدمها للتعبير عن هويتها. لذا قررنا أصدقائي في ميدسبورت أن نقدم لكم سلسلة جديدة عن معاني شعارات أبرز أندية كرة القدم، وفي فيديو اليوم سأعرض لكم الجزء الأول والذي يتضمن أسرار ومعاني شعارات 10 أندية، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. ويست هام يونايتد، أحد أعرق الأندية في كرة القدم الإنجليزية، تأسس عام 1895 واشتهر بشعاره المميز الذي يحمل اللون الياقوتي مع وجود اسم النادي في الأعلى، بالإضافة إلى مطرقتين باللون الأصفر في وسط الشعار. ولمعرفة ما يرمز له ذلك الشعار يجب أن تعلم أن النادي عند تأسيسه كان تابعاً لشركة تسمى تايمز لتجارة الحديد والصلب وصناعة كل أنواع السفن، وكان يطلق عليه اسم التايمز للأدوات الحديدية قبل أن يتغير اسمه في عام 1900 إلى ويست هام يونايتد. وبسبب ارتباط النادي بعمال الحديد والصلب واستخدامهم المستمر للمطارق جاء وجود مطرقتين في شعار النادي، بالإضافة لتسميته بالمطارق أو الهامرز. أما اللون الياقوتي فيرجع إلى زي الفريق التقليدي. أياكس أمستردام، بالعودة إلى تاريخ النادي الهولندي المتوج بدور أبطال أوروبا في أربع مناسبات، نجد أن أول شعار له عندما تأسس في عام 1900 كان يمثل أحد لاعبي الفريق يستعرض مهاراته بالكرة وسط دائرة محاطة باسم النادي، وتغير ذلك الشعار في مناسبتين إلى أن وصل للشكل الحالي الذي يكشف لنا عن صورة لشخص مرسوم ومحاط باللون الأحمر والخلفية البيضاء مع اسم النادي باللون الأسود، ويرمز ذلك الشخص المرسوم إلى أسطورة إغريقية قديمة يدعى أياس، كانت له بطولات كثيرة أهمها معركة طروادة الشهيرة في تركيا، ولبطولاته اختاره أياكس رمزا له. وبإمعان النظر أكثر سنلاحظ أن الحدود المرسومة لتكوين صورة أياس عبارة عن 11 خطا كناية عن كل لاعب يرتدي القميص في الملعب. لاتسيو، تأسس النادي الإيطالي في عام 1900 ويتميز شعاره باللون السماوي والأبيض مع كتابة اسم النادي بالإنجليزية بجانب وجود طائر النسر بلون الذهب أعلى الشعار. وبتفصيل محتويات ذلك الشعار نجد أن اللونين السماوي والأبيض يرمزان إلى الزي الذي يرتديه الفريق، أما النسر الذهبي فهو الرمز الأساسي للفريق على مدار تاريخه المتواصل حتى الآن، وتم استخدامه من قبل العضو المؤسس لويجي بيجاريلي كناية عن أكويلا النسر الذي كان يستخدمه زيوس إله السماء والرعد عند الإغريق، وذلك ليكون رمزا لكبرياء وهيمنة النادي الإيطالي. إيفرتون، تغيرات كثيرة طرأت على شعار النادي الإنجليزي منذ تأسيسه في عام 1878 مرورا بانفصال ليفربول عنه عام 1892 حتى وصل إلى شكله الحالي، والذي يحمل بين طياته عبارة لاتينية مكتوبة بالأسفل تعني لا شيء يكفي إلا أن تكون الأفضل، بالإضافة إلى تاريخ التأسيس واسم النادي. أما الشكل الموجود فوق اسم النادي فهو صورة مرسومة لمنارة تسمى ببرج الأمير روبرت، تم إنشاؤها عام 1787 وتعد من أبرز رموز مقاطعة إيفرتون، وكانت تستخدم قديما كإصلاحية يتم فيها حبس المجرمين وشاربي الخمر، وتمثل الأكاليل أعلى جانبي الشعار رمزا كلاسيكيا للمنتصر منذ العصور القديمة، في إشارة إلى أن الفريق يطمح للفوز دائما. سامدوريا، يعتبر النادي الإيطالي واحدا من أربع فرق ممن حصلوا على لقب الكالتشيو مرة واحدة فقط، حيث حقق ذلك في عام 1991، ويتميز شعار النادي بوجود صورة لشخص يدخن البايب ويرتدي قبعة صغيرة على خلفية بيضاء مع وجود خطوط زرقاء وحمراء وسوداء. وكان النادي قد تأسس في عام 1946 نتيجة اندماج ناديي سامبير دورينيسي وأندريا دوريا، وجاءت الألوان السابق ذكرها من قمصان الناديين، حيث كان الأول يرتدي الأزرق والأبيض، أما الثاني فارتدى الأحمر والأسود،
أما الشخص الظاهر في الشعار فيرمز إلى بحار كناية عن وجود سامدوريا في ميناء مدينة جنوة البحرية. أما البحار ذاته فهو آدميرال أو زعيم بحر كان معروفا قديما في جنوة، وكان يسمى بباشيشيا، وهو اسم إيطالي شهير يسمى به الذكور في جنوة ويترجم في الإنجليزية إلى يوحنا المعمدان. توتنهام، كما هو الحال مع بعض الأندية التي تلجأ للطيور والحيوانات بشعارها، استمد النادي الإنجليزي الذي تأسس عام 1882 من الديك رمزاً له على مدار تاريخه، مع إضفاء بعض التغييرات عليه عدة مرات، حيث بدأت الاستعانة به في شعار النادي في عام 1901، وذلك يرجع إلى شخص يدعى هنري بيرسي عرف باسم هوتسبير، وكان واحداً من أشجع فرسان زمانه واشتهر بحبه الشديد لقتال الديوك، ولذلك تم استخدام هذا الشعار كدليل على الشجاعة والإيمان بالمبادئ والتضحية من أجلها. وفي عام 1909 قام لاعب اسمه ويليام جيمس بجلب سبيكة من لبرونز، عليها ديك يقف على كرة بطريقة ثابتة، ووضعت السبيكة على الجزء العلوي من المدرج الغربي في ملعب الفريق السابق وايت هارت لين، ومن يومها بات هذا الشعار مرتبطا بالنادي اللندني. مانشستر يونايتد، مركب شراعي يوجد أسفله شيطان، هكذا يمكن أن نصف شعار النادي الإنجليزي العريق الذي تم تأسيسه في عام 1878. وبالحديث عما يمثله ذلك الشعار، نجد أن فكرته مشتقة من شعار مجلس مدينة مانشستر الذي يحتوي أيضا على مركب شراعي، ويرمز إلى قوة الفريق الذي يواجه كل الصعاب من أجل المضي قدما. ولكن تأتي العلامة الأبرز وهي الشيطان الموجود أسفل السفينة، وتعود قصته إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، حينما سمع مدرب مانشستر يونايتد مات بوسبي لقب الشياطين الحمر يطلق على فريق سالفورد للرجبي الذي كان يرتدي الزي الأحمر، وأراد أن يحصل على هذا اللقب إرهابا لمنافسيه، وتمت إضافته إلى الأوشحة التشجيعية الخاصة بالفريق قبل أن يتم دمجه بالشعار على هيئة شيطان حاملا رمحه في عام 1970. كولين، تأسس النادي الألماني في عام 1948، ويتميز شعاره بهيئته الدائرية مع كتابة اسم النادي باللونين الأحمر والأبيض، وصورة لمبنى باللون الأسود في المنتصف، بجانب صورة لماعز تزين الشعار من الأعلى، ويمثل ذلك المبنى الأسود مبنى الكاتدرائية الشهير في مدينة كولونيا. أما بالنسبة للماعز فهناك قصة مثيرة كانت سبباً في وجود هذا الشعار، فبعد تأسيس النادي بعامين قام مدير السيرك بتقديم جدي كهدية للنادي خلال الاحتفال بذكرى مرور عامين على تأسيسه، والجدي أو التيس هو ذكر الماعز. قبل النادي الهدية وأطلق على الجدي في نفس اليوم اسم هينيس على اسم مدرب الفريق آنذاك هينيس فايسفايلر، وتمت إضافته للشعار. ومنذ أن ظهر الجدي هينيس لأول مرة على الملأ وهو يحضر كل مباراة لفريقه عندما تقام في الديار، إلى أن كبر واشتد عليه المرض ما تسبب بموته، فقام النادي بشراء جدي جديد، وهكذا دواليك إلى أن وصل الفريق الألماني إلى التيس الثامن حاليا، والذي أصبح وجها إعلاميا وأداة دعاية وربح للفريق. يوفنتوس، تأسس النادي الإيطالي في عام 1897، وارتبط شعاره بوجوده في مدينة تورينو والتي يرمز لها بحيوان الثور وبالتاج، بالإضافة إلى لوني الفريق الأبيض والأسود والكلمة الإنجليزية التي تشير إلى اسم النادي. وقد شهد ذلك الشعار 9 تغييرات في نطاق محدود قبل حلول صيف 2017، والذي كشفت فيه إدارة البيانكونيري عن شعار مختلف للنادي عبارة عن حرف جي المميز ليوفنتوس باللون الأبيض على خلفية سوداء، مع كتابة اسم النادي أعلى الشعار. وجاء ذلك التغير لأسباب تسويقية بحتة، بناء على اختيار إدارة يوفنتوس بالاتفاق مع مسؤولي شركة إنتربراند الأمريكية، والتي تعد إحدى أشهر شركات العالم في صنع العلامات التجارية، حيث يدخل الشعار ضمن خطة استثمارية كبيرة للسيدات العجوز تضخ أموالا طائلة في خزينة يوفنتوس، وذلك عن طريق طرح منتجات النادي مرفقة بالشعار الجديد، إضافة إلى إقامة مشروع ضخم تحت اسم جي فيليج يشمل كافة المؤسسات والمرافق الخدمية. برشلونة، تأسس النادي الكتالوني في عام 1899، واستعانت إدارة الفريق بشعار المدينة كشعار رئيسي للنادي، مضافا إليه التاج الملكي الإسباني وفوقه خفاش أسود. وفي عام 1910 وقيمت مسابقة بين أعضاء النادي لاختيار شعار جديد، فاز بها طالب بكلية الطب يدعى كارلز كومامالا، وكان لاعبا في صفوف الفريق
وقام بتغيير الشعار ليصبح بشكله المتعارف عليه، لكنه شهد تغييرات طفيفة في 10 مناسبات منذ ذلك الوقت لجعل الشعار أكثر حداثة، آخرها العام الماضي حيث تم حذف الخطوط السوداء الداخلية. الشكل الحالي يضم عدة رموز ذات دلالات معينة، فالإطار البرتقالي الفاتح عبارة عن درع إيطالية تسمى سكودو، أما الصليب الأحمر على الخلفية البيضاء فهو صليب القديس سانت جورج الذي يعتبره سكان المدينة راعيا وشفيعا لهم، كما هو الحال للعديد من المدن والدول كإنجلترا وجنوة. وتمثل الخطوط الحمراء والصفراء في أعلى يمين الشعار علم إقليم كاتالونيا، في حين أن الخطوط الزرقاء والقرمزية تشير إلى ألوان الفريق واللقب الرسمي له البلاوغرانا، حيث تعني كلمة تابلو وغرانا اللونين الأزرق والقرمزي باللغة الإسبانية. كانت هذه قائمة بالجزء الأول من سلسلة معاني شعارات الأندية، فما هو أكثر شعار أثار استغرابكم أو إعجابكم عند معرفة قصته أو ما يرمز إليه؟ وما هي الأندية التي تريدون وتودون معرفة أسرار ومعاني شعاراتها؟ في الجزء التالي من هذه السلسلة الجديدة من قناتكم ميد سبورت. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.